بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، تنقول لهم شكرا على ثقتكم في القناة. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على البنات اللي تتكون فيهم العادة الشهرية وما تيقدروا يديروا حتى وصفة، وانهم تتكون عندهم شي حاجة طارئة هما باغين يديروا شي وصفة اللي تحيد لهم العكس وتكون لهم بالخير. واحد البنت اتصلت بيا قالت لي عندي بغيت ندير بزاف الوصفات ولكن انا مريضة وعندي شي حاجة خاصني نديرها، خاصني نضطر ندير شي وصفة. اذا الناس ان شاء الله اللي تنحطوا وصفات قرآنية ما يمسوش القرآن، الوقت اللي يكونوا عندهم العادة الشهرية ما يديروا التوصفة، تترجع عليهم بالعكس وكتاب الله يحترم ما نهضروش عليها. ولو أنكم تتخليوا لي تعليقات أنا ما نجاوبش على التعليقات، لأن القرآن هذاك ما يمكنش أنني نخالف شي حاجة في الشرع إذن الحاجة من تنكونوا عندنا مرض ولا عندنا مشكل ما خصناش نمسوا القرآن. إذن اليوم غنحط لكم وصفات، إذا كانت عندكم العادة الشهرية غادي إن شاء الله غادي تخدموا بهذه الطريقة إن شاء الله، وهذه مزيلة للعكس ومزيلة للعوارض ومزيلة بلا قراءة بلا شي حاجة. غادي نوريكم إن شاء الله أشنو غادي تديروا بهذا الشيء، وإن شاء الله أنتم غتكونوا إن شاء الله بخير وعلى خير. غادي تحيدوا تطهروا نفوسكم من العوارض بحمية، وفي نفس الوقت تكون مزيانة لكم حتى في وقت العادة الشهرية، ما يبقى عندكم لا وجع لا حتى شي حاجة. هي صالحة للبنات اللي تجيهم العادة الشهرية بالوجع. المهم هي صالحة، ولكن ديروها وانتم متيقنين بأن هذه الوصفة راه ان شاء الله غادي تكون معكم وتطهركم من النحوسات وتطهركم من العوارض كاع اللي عندكم، اللي الوقت اللي تكون الانسان عنده العاده الشهريه تجيها القرينه، تنقولوا حنا القرينه، هذه صالحه للقرينه اللي تتكون في وقت العاده الشهريه. ان شاء الله غنتوقف دابا وغادي نوريكم كيفاش غديروا، شو معايا الكوزينه وغادي نوريكم كيفاش غادي. المهم هي تتحمر هذه الملحه وغادي نطفيوها تحت منا على اساس اننا باش نحيدوا التوابع ونحيدوا الحسد ونحيدوا القرينه اللي عندنا تجينا وتحيد لنا العكس وتحيد علينا هذاك الخزامه والملحه. الخزامه والملحه جوج مكونات غادي نديروهم في المقله وغادي نطويهم تحت منا ان شاء الله. هاد الطريقه راه صحيحه حتى في الرقيه انك تطوي تحت منك تحت منك الملحة والخزامة صالحة بزاف، ولكن كأس تقري عليه ما تقري عليه حتى حاجة، كأس تشدي كأس مطبوخ فيه الخزامة، كأس غادي تطويه تحت منك. هيا شتوها هيا غادي نطويوها ان شاء الله تحت منا، غادي نطويها تحت منا، بسم الله بسم الله.